السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الجديد سور كيزاكو بوان كوم. غنشوف في الدرس ديال اليوم كيفاش انستاليو جافا او نيفو ديال لي بوست ديالنا. لهاد الغرض اول حاجه كنمشيو للسيت ديال اوراكل كما كتشوفوا في الشاشه امامكم، كنكليكيو على جي دي كا جافا، هذيك اللي كتبان لكم في الميليو ا غوش. هنا لا باج سويفونت اللي فيها لا ليسونس كنكليك على اكسبت ليسنس اغريمنت كتشوفوها لتحت. اون سويت كنمشي نكليكي على ويندوز اكس 86 باسكو لارتيكتور اللي عندي انا 32 بيت، هذا سي لو باكيج دانستالاسيون. اون فوا كنكليكي كيطلع ليا هنايا بويسكو لا كونيكسيون عندي انا تبارك الله كومونتير سي سون كومونتير، كنكليك على ديماري. اون فوا كتيليشارجا كيولي عندي ليكزيكوتابل كما كتشوفوا، جو كليك جو دوبل كليك سو ليكزيكوتابل كطلع ليا هاد ليكرون داكوي. Ensuite je clique sur next. انا كنخلي داكشي بار ديفو، ها نعاود كليك على next اون اوتر فوا. هادو سو سون دي بارامتر. هنا سي لو شومان دانستالاسيون دو جي دي كا، جو ليس انا بار ديفو، جو في next اي جاتون لانستالاسيون اي لو شارجمون دو لا بار، اي على فان كنكليك على كلوز. لا دوزيام ايتاب سي لا كرياسيون دو لا فاريابل دونفيرونمون جافا هو. Pour cela, on clique à la poste de travail, propriété, on clique à avancer, variable d'environnement. On a quatre les variables d'environnement qui sont les variables utilisateurs ou les variables système. Comme chez les variables système, je clique sur nouveau, je saisis le nom de la variable Java Home ou la valeur de la variable, je saisis le chemin del GDK, l'installer dessus. Java slash GDK. Plus numéro de version. Je fais copier la valeur de la variable coller. OK. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est mettre à jour la variable path. Clique à la path, quand dire modifier. Comme si tu me dis point virgule, quand dire point virgule, pourcentage, Java home, pourcentage, slash b. À dossier d'art, à wallifier l'exécutable. ديال جافا، كوم سا جو بو اكسيدي لجافا فيا لي كوموند دوس، زعما لانفيتي دو كوموند، كنطابي ليكزيكوتي سي ام دي كطلع ليا هنا، كنشون كتب جافا موان فيرسيون باش كنشوف نيت الفيرسيون تانستالات عندي هي هاديك، و او ميم طون كو لا لين دو كوموند راها ولات كتاكسبتي جافا. بور لو تيست جي ديجا كري بتيت كلاس جافا هيلو وورد que je dois enregistrer sous le même nom de la classe, yani first test.java, qu'on vérifie ma source je l'ai comme fichier texte, mais plutôt comme fichier Java. Je lance l'exécution, qu'on file le command line, exécuter ma cmd, ok. Je change de répertoire, change directory, pour se positionner sur le répertoire, le fichier test, l'attention à hat of c directement. كتكتب جافا سي لي كوموند دوس بور لا كومبيلاسيون دو كود سورس افيك لو نو دو لا كلاس بوين جافا اي جو في جافا فيرست تكست فقط غير لو نو دو لا كلاس با بيزوان ديكستنسيون وي جو فاليد هيلو وورد برافو. اون غرو سي سكي فو فير بور انستالي ان انفيرومون جافا في البوست ديالكم، وكنضرب لكم موعد في حصه اخرى ودرس جديد سور كيزاكو بوان كوم. كان معكم رضوان. Thank you.